مع المشاركات الشعرية أقدم لكم أولا فارس المنتدى الثقافي الشاعر علي السندي، وأرد على بيت كتبه على الفيسبوك يقول فيه ونسيد علي: يقول فيه: قد كنت في نظم القصيد نبيا، واليوم لا وحي يجيء إلي، فأقول له، وإذا مكسور نتحاسب عند الدكتور علي، أقول له: ما زلت في نظم القصيد نبيا، والوحي شدو واللسان نديا. أقدم لكم السيد علي السندي. سلام المحبة عليكم، سلام الشعر، تحية عراقية شعرية أزفها لكم. لكن قبلها اسمحوا لي أن نقف دقيقة صمت إجلال الأرواح شهداء العراق الأبطال. شكرا لكم، أحييكم جميعا أيها الأحبة الكرام، واسمحوا لي أيضا أن أغير هاشتاج الثورة، لأني صاعد آخذ حقي، لأن الثائر لا ينزل أبدا. إلى ثوار العراق الحقيقيين والمتظاهرين السلميين والشرفاء فقط منهم. تأخر بياني كثيرا منذ أول الأحداث، وطلبت أن أصرح بموقفي لأبناء شعبي، وموقفي واضح منذ عام 2003، لكن أتيت اليوم لأعزز هذا الموقف. أنا إن تأخر موقفي وبياني فلأنني أبكي على أوطاني، أبكي على بغداد ينزف نقلها نهرين من دمع ومن أحزان، وترابها آه تعطر بالدماء، هذه دماء الورد والشبان. ثاروا وصاروا شعلة وضاءة تنهي ظلام الظلم والطغيان، بذلوا لأجل عراقنا أرواحهم، وقضوا على وهم العدو الجاني. ما همهم نار الرصاصة، درعهم حب العراق، شبابنا متفاني، لم يأبهوا بالموت، كان قرارهم أن يوصلوا الأحلام للشطآن. بحارة مخروا العباب بقارب لم يركبوا بسفينة الشيطان، فإرادة الشعب الأبي حكاية من كربلاء مكتوبة بالقاني. وملك حسين تعلموا نهج الإباء، فلذاك صاروا أشجع الشجعان. مهما كتبت بحقهم لن أكتفي، لا لن توفي مجدهم ألحاني، فأنا المقصر قد بقيت بغربتي، أهنى بعيش هانئ وأماني. وهم الذين مع العراق بحلوه والمر عانوا غصة الأشجان، أهواهم نار الفراق بخافقي، فأنا البعيد وبالفراق أعاني، وأنا المتيم بالعراق أحبه حبا يظل على مدى الأزمان. وأنهي بقصيدة بعنوان